نحن الآن في إطار لقاء واحد الورشة عمل مع الخبراء قانونيين حول تطبيق بروتوكول ناغويا. وهذا بروتوكول ناغويا سمي بناغويا لأنه كان تصادق عليه في مدينة ناغويا في اليابان. فهو متعلق هذا البروتوكول هذا متعلق في إطار الاتفاقية ديال التنوع البيولوجي ومتعلق بالحصول على الموارد الجينية وكذلك تقاسم المنافع من استعمالها. فهاد البروتوكول جاء باش يحمي البلدان السائفة طريق النمو من واحد الاستعمال غير العقلاني والاستحواذ في بعض الحالات على الموارد الجينية ديالهم. فعندنا الآن مشروع مع الأمم المتحدة لتقوية القدرات ديال بلادنا في هذا المجال وكذلك لإنشاء إطار مؤسساتي وقانوني اللي غادي يدبر هذه المسألة ديال الولوج للجينات. كانت يعني تراستر كانت أرضية أو بحرية، وهاد الجينات هذه عندها استعمالات متعددة، استعمالات في المجال ديال الصحة، في التغذية، في الصناعة إلى آخره. إذن وراء هذا الشيء هذا كله اللي هو في التنوع البيولوجي وفي الجينات عنده ارتباط وطيد بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ديال بلادنا. إذن الآن احنا في إطار هذا اللقاء هذا غادي نتذكروا مع الخبراء القانوني باش نشوفوا الصيغة الموالمة لبلادنا، لأنه كاين تدخل ديال بزاف الفاعلين لا على المستوى الحكومي ولا كذلك المستوى المدني والقطاع الخاص وعلى المستوى الترابي كذلك الجماعات والسكان والجماعات المحلية. إذن هذا كله غادي في إطار ديال التضافر ديال الجهود ديال الجميع نديروا واحد الآليات قانونية وآليات تنظيمية باش نأهلوا بلادنا باش يكون التدبير ديال الموارد الجينية في أحسن الظروف ويعود بالفائدة على بلادنا وعلى المواطنين اللي هما معنيين بهذه الموارد الجينية في بلادهم وعندهم كذلك حتى معرفة قديمة بالاستعمالات ديالهم داك لو سافوار فير تراديسيونيل. فهذا هو اللقاء ديال اليوم إن شاء الله.